الخبر الذي رواه عمر وعثمان وعائشة وابن عمر موسى الأشعري وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. كما هو معلوم أن الخبر يراد منه أمر، هذا الخبر له غرض، ما هي أغراض هذا الخبر؟ عندما يقول تبارك وتعالى في القرآن: الله لا إله إلا هو، هذا خبر، ما هو المراد منه؟ المراد النسبة، أنه لا إله إلا الله. هذا الخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان فقد وجب الغسل. الآن هذا الحكم بوجوب الغسل ليس هو محل الكلام، إذا مس الختان، إذا جاوز الختان، هذه الروايات التي نقلها الصحابة رضي الله عنهم، أو رواها الصحابة رضي الله عنهم، أو قالوا بها. إذا مس الختان، هذا الخبر يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إذا جاوز الموضع المختوم من الرجل، الموضع المختوم من المرأة، فقد وجب الغسل. فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر عن أمر موجود في حياتهم، ولم يقل أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلق هذا اللفظ ولم يرد منه هذا المعنى. كل الذين جاء عنهم هذا الخبر ما أحد قال هذا الكلام، كما يقول بعض الناس أن هذا من باب المثنيات، يعني إذا التقى الختانان، كما نقول مثلا من صلى البردان. كما هو معلوم المثنيات تطلق لعلاقة بين أمرين ومشاركة في أمر معين، لكن لا تفرد ولا تثنى. وقد يطلق هذا اللفظ يعني المثنى ويراد به حقيقة هذا الأمر، إذا التقى المسلمان بسيفيهما يوم التقى الجمعان. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بهذا الخبر لم يقل أحد من الصحابة النبي قال هذا ولم يرد هذا المعنى، بل جاءت الأخبار على توكيد هذا المعنى عندما قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. وتكلمت عن هذا الحديث في محلي في باب الأخبار، وعندما قال لا تنهكي، وتكلمت على هذا الحديث أيضا في باب الأخبار وذكرت شواهد هذا الحديث، وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى اخفضي، وفي رواية أخرى أشمي، ولم يعني يرد خبر عن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يعني أين هو موضع الختان، لأنه كان معلوم هذا الأمر عندهم. لم يقل أحد أراد النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم يقصد ختان المرأة، لأن نساءنا لا تختتن. وجدنا ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم تدور على هذا المعنى وهو المراد، على الخلاف الذي في كتب الفقه بين العلماء الذين قالوا يجب على النساء كالشافعية، الإمام الشافعي رحمه الله وجمهور أصحابه، من قال بالندب على النساء أو للنساء، ومن قال لا يجب. لكن لم يقل أحد أن يعني لم يكن هناك حقيقة في زمانهم بما يتعلق بختان المرأة.